طيب كان عندي سؤال في التجربة الشخصية أيضا، وإذا بغيت نعود نقوله الماراثون بالعباس كاش حاجة نسيناها قول لي. بالصح حميدة الكاتب وحميدة الرياضي حميدة الذي يدعو إلى الجري كفلسفة، كونت يعني تبلي ذكرت أنت بعض الأسماء ومنش عارف إلا استطعت تكوين صداقات في عالم الجري أكثر من العالم الصحافة، صدقت بالمعنى الحقيقي. بالمعنى يعني الحقيقي أكيد. شوف نقول لك يعني حياتي نديتها في الصحافة وأعطتني كثير الصحافة، من خلالها اكتشفت الجزائر، اكتشفت قسنطينة، اكتشفت لزوريس، اكتشفت مدينة القبائل، اكتشفت الصحراء. يعني أنا أعطتني الصحافة، كنت محظوظ بالمقارنة عليك. أنا كي جيت في الثمانينات الروبورتاج وكذا وقاع الوقت وأنا سايح دونك هذه أعطتني الصحافة. لكن تعرف عندنا احنا صحفيين مثقفين كان نوع من الأنا شويه يكبر، وهذيك الانانيات وتشويهات لبعضنا بعض الى اخره، والايديولوجيا يعني سيطرت علي. انا نفسي مريت بهذا الشيء، كنت ايديولوجيا واقصي ناس الى اخره. الماراثون علمني حاجه، أولا أنا نفسي نقوم بنقدها الذاتي والتجاوز، تقول هيا عندي عيب هنا وعيب هنا وعيب هنا، هذا ساعدني الماراثون. وبشكل اللي سميته أنت تصالحت مع نفسي من خلال الجري، عرفت حدودي يعني من خلال الجري، نظرت إلى أخطائي وخلاني وأنا نجري أحيانا وأنا أعيد النظر في عدة أشياء، يعني في هدف الإيديولوجيا في غير ذلك، وخلق لي صداقات. أنا نقول اليوم عندي يعني تعلمت، أنا كان صداقات نعطي واحد يعني مدمج بتري يسموه فتحي عرفته في باب الزوار، وإحنا نجري هو عنده قدرات رهيبة يعني في الجري، وبغاني نحقق شيء بفضله حققت هذا رقم قياسي في نصف الماراثون، فيجري ضحى هو برقمه هو وبجري هو ويقعد معايا ويشجعني إلى آخر النهاية. مثلا كان هذا تاني مراد أعطاني كثير من الأسماء، ومن بعد كي تكونت ودرت تاني فورماسيون يعني تكوين يعني كم كوتش يعني في هذا ونساعد، فكثير من الأصدقاء اللي ما نعرفهمش تماما من بينهم حتى المثقفين اللي بقاو يدخلوا معايا في المسنجر، نقدر نقول لك الآن تجاوز العدد تاع 400 500 اللي ولاو يجروا